Revue de presse. باش نبدا معرض الصحافة مع جريدة البيان. تقرأوا في الصفحة 9 مقال عنوانه: بعد الكشف عن عصابة تدليس وثائق تأشيرات سفر انتفعت بها عناصر جهادية، اعترافات مدوية لإطار بوزارة الخارجية ومسؤول بأحدى البلديات بالعاصمة. المقال رجع لتفاصيل قضية تزوير وثائق تم اعدادها للحصول على تأشيرات سفر نحو كل من فرنسا ودبي وتركيا وبعض الدول الأخرى، باش ينتفع بها عشرات الأشخاص من بينهم عناصر جهادية محل تتبع دولي. المتهمين في القضية هذه 9 أشخاص، 7 منهم في حالة إيقاف وزوز مازالوا في حالة سراح. هالموقفين من بينهم موظف بوزارة الخارجية ومسؤول في أحدى البلديات بتونس العاصمة. تفاصيل مثيرة الحقيقة لعملية إجرامية بأتم معنى الكلمة يشاركوا فيها أبناء الإدارة التونسية، مش الكل بينسور، ولولا نجاح العملية الأمنية الاستباقية لتم تزوير تأشيرات لعشرات الأشخاص من بينهم إرهابيين. خليكم تقرأوا، خليكم فرصة باش تقرأوا المقال ونخليكم التعليق لكم انتوما. نمشي لجريدة الصريح في الصفحة 10 اللي سلطت فيها الضوء على واحد من الملفات المهمة واللي قليل ونحكيوا عليها. تقرأوا: على الحكومة أن تتحرك، شركات تبيع عقود عمل وهمية بقطر للتونسيين. شركات موجودة في بلادنا بصفة قانونية، عندهم سجل تجاري ومقر رسمي ومعروف وأمورهم واضحة، مهمتهم باش يتوسطوا في إبرام عقود عمل بين الشباب التونسي اللي يضيق به الدنيا والأحوال ويلوج على خدمة في أي مكان، وبين شركات سوبوزي تكون موجودة في قطر. إلا أن الشباب هذي أول ما يدفع مصاريف التنقل ويسافر القطر، وأول ما يوصف الغادي يكتشف اللي عقد العمل كان وهمي وما ثمش منه، ويلقى روحه في بلاد الناس لا خدمة ولا قدمة ووقع التحايل عليه. رئيس الحكومة للأمانة سي الحبيب السيد كان حكي على الموضوع هذي في جلسة قدام مجلس النواب بعد ما تطرح عليه السؤال على النقطة هذه بالذات، وكان رئيس الحكومة أعلن أنه باش يكلف وزارة الخارجية بتتبع الملف هذي. لهنا نجم نفهم ضمنيا بكي هو باش يكلف الوزارة بتتبع الموضوع، معناتها الوزارة وكأني تجهل الموضوع أصلا وفي بالهاش به أو في بالها ومطفية الضوء على خاطر مش مهم برشا عندها موضوع كيما هذا. ولهنا كي نحكيه على الموضوع ما نخصوش بالذكر كان دولة قطر، على خاطر الحكاية هذه تصير مع برشا دول وبلدان خاصة في الخليج، واحنا نسكتوا نورمال. الفايده ما ناخذوش قرارات وما نعملوش ردود افعال تنجم تغشش منا اشقائنا في الخليج، وبرا توانسه تتفكلهم باسبوراتهم واوراقهم اول ما يوصلوا الغادي ويتم تهديدهم واستغلالهم، واذا كانوا من النساء عاد غادي توصل حتى الى حالات من التحرش. الفايده ما نفسدوش علاقاتنا مع الدول هذه. بالنسبه للسلطات التونسيه ليزي ما نوفروش خدمه للشباب في بلادهم ونخليهم يفكروا في الهجه وفي الهروب للخليج، ولا زيد عاد غادي كي يمشي ولا نحميهم ولا فما متابعة ولا فما رقيب، ووزارة الخارجية كالعادة وكأني تابعة لدولة أخرى. بالنسبة لبقية الجرائد والمواقع الإلكترونية التونسية اللي ركزت على موضوع موجة البرد وتساقط الثلوج في المرتفعات وفي مناطق الشمال الغربي، جوست حبيت نعلق تعليق بسيط: سبحان مغير الأحوال، في عهد الترويكا يصب الثلج. نركز على الحالة المزرية متاع الزواولة والصعوبات اللي يعيشوها التوانسة في المناطق هذيك والكوارث الطبيعية وخاصة تقصير الحكومة. اليوم يصب الثلج في المناطق هذيك يولي الحديث على السياحة الداخلية والمناظر المزيانة، وما حلاه الثلج يصب في بلادنا في عهد سيلباجي. Revue de presse. اسمه مزيان.